يعملوا فينا ليه؟ مش حقوق قاهرة، حقوق قاهرة الموجهة. التنسيق بقى ايه؟ موجود بس موجه فين؟ موجود فين؟ موجه فين؟ ونفس التاريخ المكتوب اللي تحكي علينا في نفس التاريخ نفس التاريخ اللي احنا عايشين فيه احنا ما كناش بندرس وبنتعب في دروس وفي تعب ومصاريف عشان في الاخر بنت بنوت تسافر بنا. افرض انا مش قادره ماديا، افرض انا ظروفي الصحيه ما عنديش غيرها. جايب ايه اللي خلاها راحت جامعه القاهره؟ قالوا لها ايه؟ قالوا لها الوزير بيقول كده، اللي طلعت له طلعت له، اللي ما طلعوش وما فيش تحويل ورقي وهو كده بيقول. هو كده يعني مين اللي بيقول؟ هو الموظف اللي قاعد، والموظف اللي قاعد اللي اسمه عيسى بتاع اللي في مكتب التحويل. قال لي هو كده. وخلي بالك الوزير بمزاجه وهو بيبعتك، الموظفه بيبعتك بيدوخوك. يعني قاعدين بيقولوا لنا ربع الدعوه كاين. ازاي 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 يحصل كده؟ ازاي يحصل في البلد دي لسه الكوسه موجوده؟ ازاي في بنات جالها؟ هو انا من البنت دي المفروض تجي هو عين شمس، وانا يضربونا يضربونا صور يضربونا دلوقتي انا جيت الساعة 7 الصبح، قال لي تيجي بعد يوم مين؟ انا الرد اتبعت لما اتبعتش حضرتك. قال لي روح معهد المطرية واسأل هناك. رحت معهد المطرية الساعة 7 الصبح وجيت زي ما جيت، جيت لقيتهم عاملين متظاهرين وانا واقف معاهم من اهو. حضرتك زي ما هو اسمع ليا حولت 4 مرات جاي لي معهد فن التجاره في شغل، حولت 4 مرات من 4 كليات خاصه بفلوس، بدفع فلوس مفيش ولا حاجه بتيجي. يعني ايه؟ والله بيتضربوا على الخدمه العاليه، بيتضربوا على الخدمه العاليه، يضربونا عايزين يبصوا واقفين امن مركزي ازاي؟